أجراس الأبقار في الريف السويسري قد يخفت صوتها قريباً ليندثر معها واحد من أبرز التقاليد الريفية في هذه الدولة الأوروبية. هنا في بلدة أرفانجن الواقعة وسط جبال الألب، جدل واسع ونقاشات مجتمعية بسبب شكاوى رفعها بعض السكان طالبوا فيها السلطات السويسرية بالتدخل لحث المزارعين على إزالة الأجراس عن أبقارهم بسبب ما تحدث من ضجيج. تلك الشكاوى أخذت مؤخراً منحاً جدياً لدرجة أن السلطات قررت إجراء استفتاء شعبي خلال العام المقبل للفصل بين مؤيدي ومعارضي هذه الأجراس التي كانت تستخدم سابقاً لمساعدة المزارعين في تتبع حيواناتهم في المراعي الجبلية. The question is how we as Swiss want to live our living tradition in the future. Do we want that to preserve that what our ancestors have created, or do we just want to put that in the museums? And I believe just for Swiss, the bells, they are deep in our DNA.